مشاهدينا، وللحديث عن التظاهرات الرافضة لحكومة محمد الشياع السوداني والمطالبات بإسقاط العملية السياسية، معنا من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز. السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف تقيم خروج التظاهرات في ذي قار وبابل وكربلاء وكذلك الرفض الشعبي المتصاعد في بغداد لحكومة السوداني؟ لم أسمع السؤال، عفوا الصوت متقطع جدا. نعم، يعني كيف تقيم خروج التظاهرات في محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وكذلك الرفض الشعبي المتصاعد لحكومة محمد الشياع السوداني؟ بالتأكيد ستواجه رفض شعبي، ليس من قبل الثوار فقط، وليس من قبل المتظاهري تشرين، نعم، بل من قبل كافة شرائح الشعب. بالتأكيد ستواجه رفض. يعني ما الذي تغير اليوم، يعني سواء حكومة عبد المهدي أو الكاظمي أو محمد الشياع السوداني، على طيلة هذه الفترة من 2019 اللي انطلقت بها مظاهرات ثورة تشرين ولحد الآن، كل الحكومات التي تتشكل في العراق هي حكومات عنيدة لنظام عنيد أتت به أمريكا. يعني السوداني اليوم لما طرح اسمه بسنة 2020، وتتذكرون وجميع العراقيين يتذكرون، كانت الساحات ما تقبل بأي شخص منتمي لحزبه إلا أن يكون شخص مستقل وطني، مستقل وطني، حتى المستقل لا تكفي، مستقل ووطني. يعني سبق وأن دافع عن العراق، سبق وأن قاتل في سبيل العراق، شخص وطني 100%. ذهب مباشرة في حينها السوداني وقدم استقالته من حزب الدعوة تماما، كما قدم استقالته قبل 5 6 سنين برهم صالح من الاتحاد الوطني، ومن ثم حين تم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية تحمل الاستقالة وعاد مرة ثانية للاتحاد الوطني. هنا اليوم نفس الحالة تتكرر مع السوداني، ولا تستغرب بكرة أو بعد بكرة راح يسحب استقالته ويعود إلى حزب الدعوة. ولذلك الشعب قال مستقل وليس مستقيل، فإذا أكيد الشارع في صفوف، ونحن الآن اليوم الشارع هو نار تحت الرماد. أتتصورت جدوة الثورة فقط؟ جدوة الثورة لا تزال متفقدة، نحن فقط ما قمنا به هي عملية غربلة وتصفية للثورة وتنظيفها من عصابات مقتدى الصدر والمنتسبين التابعين لمصطفى الكاظمي وعملائه في حينها. سيد علي، سنأتي على هذه النقطة بالتحديد، ولكن إلى أي مدى تعكس هذه التظاهرات عدم تقبل وقبول الشارع للتركيبة السياسية التي فرضها الإطار التنسيقي الموالي لإيران؟ لم أسمع السؤال بشكل جيد، لكن فهمت من خلال الوضع العام للمحاور. اليوم احنا التشكيلة الحكومية التي اتى بها السوداني، بالتاكيد كنا نعرف سوف تمرر وسيوافق عليها الجميع، تشكيله محافظه. هذه التشكيله لا تخرج عن مصطلح المحافظه، حالها حال كل التشكيلات التي سبقتها، ليست كحكومات فقط. اليوم حتى الوزاره هي الوزاره ضمن الحكومه خاضعه الى المحافظه. نعم. وكل مؤسسات الدوله، فنرى اليوم الجميع بارتوها والجميع سلطوا عليه، لان جميعهم مشتركين بهذا الشيء. جميعهم من كبيرهم وحتى صغيرهم، نشوف زعماء الكتل اللي وجدوا بالبرلمان يوم امس ياتون ويضحكون ويتمسخرون على الشعب اصلا، يعني ولا كانه في شهداء ولا في ثوره ولا في اي شيء. لكن ان لهم يوم قريب ان شاء الله، هذا شيء نعرفهم به في العموم. نعم، يعني محمد الشياع السوداني في برنامجه الحكومي يؤكد عزمه على التغيير في العراق، هل يمتلك فعلا أدوات التغيير وفي أي اتجاه سيكون هذا التغيير؟ هذا كذب. أي تغيير يتحدث به السوداني، هذا التغيير الذي ينشده السوداني هو كما هو مصطلح الإصلاح الذي ينشده مقتدى الصدر. عن أي تغيير نتكلم؟ السوداني عضو في حزب الدعوة الذي أتى مع الأمريكان عام 2003 لتدمير العراق. عن أي تغيير يغير؟ إلى ماذا يغير؟ نعم قد يغير إلى الأسوأ وإلى الأتعس وإلى الأبشع. عن أي تغيير يتحدث؟ نرى حكومتي حكومة محافظة، هذا من أول المطاف بينت. هذا شيء ثاني يا أخي، رجل هذا بلا كرامة، نعم، بلا غيرة،
بال 2020 رفض الشارع رجل ما يخجل، ما يملك ذرة حياة، سبق وان رفض الشارع وقدم استقالته من حزب الدعوة، والشارع قال له مستقل وليس مستقيم، يعود بكل وقاح. هذا فرض على الشعب العراقي بقوة السلاح المخفي تحت أضاعاتهم لحد هذه اللحظة. نعم سيد علي، صحيفة وول ستريت جورنال تقول أن اختيار البرلمان لمحمد السوداني رئيسا للحكومة جعل العراق أقرب إلى إيران، هل جاء رفض المتظاهرين بالفعل لأن السوداني يمثل قرب العراق من إيران؟ كيف ترى الجانب هذا؟ الرفض بالأساس والدرجة الأساس والأهم، السوداني هو منتمي لحزب عميل جاء مع الأمريكان لغزو العراق، سواء قريب على إيران أو قريب على غير إيران. بالتأكيد هذا الحزب هو حزب يعتبر من الأحزاب المقربة إلى إيران، هذا نقطة. لكن النقطة الأساس والأهم يا أخي، هؤلاء زمرة الغزاة الأمريكان. هؤلاء نشوف اليوم أول ما تم تكليفه مباشرة السفيرة الأمريكية والسفير البريطاني وبلاك كارزارو وباركولا، والسفيرة الأمريكية عرضت عليه مجموعة من النقاط 1 2 3 نرى، ونسمع قبل قليل من خلال منصات التواصل تسريبات هذه النقاط. اليوم حتى إيران وحتى غير إيران، أي إيران بعد اللي صار لها دور بعد أنه جاءت السطوة الأمريكية بالعراق، إيران اليوم لو عجها ذرة من التفكير والبعد والوعي السياسي، إيران خسرت الكثير والكثير والكثير بسبب دعمها لهؤلاء المرتزقة. هؤلاء مرتزقة يلعبون على حبلين وثلاثة وأربعة حبال. من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز، شكرا جزيلا لك.